كما أكد الرئيس السيسي اتفاق الإرادة السياسية بين مصر والصومال نحو العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال يتصل بأمن البحر الأحمر. تبادلنا وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشتنا اليوم، واتفقت إرادتنا السياسية على نحو العمل معا على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا، إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر. وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.